النظام. الدفاع المدني ادعموه، الدفاع المدني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى اللي استشهدوا في الزلزال اللي صار من قبل رب العالمين. ونحن بنتمنى من الدول الإسلامية اللي عادين حالهم إسلام يتبرعوا أو يساعدونا في هذا الزلزال اللي صار علينا هالكارثة هاي. يعني الدول الإسلامية اللي عم عدوا حالهم، دول إسلامية، كل الدول الإسلامية ما جانا لحد الآن ولا مساعدة، لا إنقاذ ولا غيره ولا طب ولا أبدا. نحن بنتمنى إنه يبعتونا أطباء، يبعتونا إنقاذ، يبعتونا إيش من بعتونا، الله يجزيه الخير. ما هو بالاسم إسلام. الله ينتقم من كل ظالم. الله سبحانه وتعالى يتقبل الشهداء ويشافي الجرحى ويفرج عن العباد بجاه الحبيب محمد يا رب. الله من عنده هيك يفرجاه. حسبي الله ونعم الوكيل. أي معبر مع هذا النظام المجرم؟ والله الذي رفع السماء إنه خيانة. هل نفرح أو نقل فتح معبر مع هذا النظام المجرم؟ لا والله. إلا بابك يا الله، فلا تردنا عن بابك يا الله، فلا تردنا عن بابك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أمام معبر باب السلامة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري وجنوب تركيا، الآن في المحرر السوري من إدلب إلى جرابلس أكثر من 2000 شهيد و3000 مصاب، وهناك أسر عالقة حتى تاريخ هذه اللحظة تحت الأنقاض، والعدد بزيادة بالنسبة للشهداء والمصابين. نقول للمجتمع الدولي، للأمم المتحدة، نقول للعالم أجمع، لم يصلنا حتى تاريخ هذه اللحظة أي مساعدات، إنما المساعدات تدخل مناطق هذا النظام المجرم. أما المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في محررنا لم يدخل أي مساعدات أممية أو من أي دولة، لم يدخل فرق أنقاذ من أجل إنقاذ ما علق تحت الأنقاض. نقول افتحوا جسور جوية لإنقاذ محررنا من أدلب إلى جرابلس، أدخلوا المساعدات، فمعابرنا مفتوحة بإذن الله تعالى، وهناك منافذ فتحت أيضا إضافية لإدخال المساعدات، فاعملوا على نجدة الشعب المنكوب في الداخل السوري وفي المحرر السوري. يا صادين، هذا الزلزال إجي لحتى يثبتنا مو لحتى يضعفنا. هذا الزلزال إجي لحتى يقول اثبتوا اثبتوا. ايه ربنا بده يمتحننا نحن. يعني تدعم مجرم دمر الشعب السوري، قتل الاف، هجر ملايين. اليوم الله عز وجل بهذا الزلزال عم يثبتنا. القاتل بشار الاسد، حكوماتكم تكذب، ما عم يدعمونا. هاي معبر باب السلامة عم بيدعوا انه ما في معابر وضغوطات جوالية عليهم. الله أكبر.